Today, I'm really excited to share more about the next major step in our roadmap that extends our leadership in desktop PC. Our next generation Ryzen 7000 desktop CPUs combine our new Zen 4 core in 5-nanometer process technology with the all-new Socket AM5 platform to bring more performance, more features, and more capability to desktop PCs. Ryzen 7000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد اسماعيل من عرب هاردوير. في الحلقة دي هعمل لكم كفرج لكمبيوتكس بالأخص على AMD Keynotes. Ryzen 7000 سيريس Zen 4. مبدئياً البوردة اللي عندك مش هتنفع خلاص، ارمي الـ X570 في الزبالة عشان في 670X جاية. Actually 670X هتفهم يعني ايه، بس اصبر عليا. من تقنيات البورد الجديده هتبقى PCIe 5 USB 4. كلام عن M.2 NVMe جينيريشن 5 هتكسر حاجز 7 جيجا ريد ورايت وممكن توصل ل 14 جيجا في الثانيه عادي. USB 4 بباندوث 40 جيجا في الثانيه، بس سيركن USB 4 على جنب هعمل له حلقه لوحده لان ده حوار. رايزن 5 7600/X هيبقى 6 كور او 8 كور، مفيش كونفرميشن، وهيبقى استهلاكه للكهرباء 65 واط، في حين ان رايزن 9 7900X هيبقى 12 كور مع 24 ثريد باستهلاك 150 واط، وال 7950X هيبقى 16 كور 32 ثريد بس باستهلاك 170 واط. طب ليه ساسو عرفت تعمل الصح مع انتل ولا ايه؟ اتفرج. Now let me show you a Ryzen 7000 processor running the popular Blender 3D modeling software. On the right is the Ryzen 7000 system and the left is a competitor system. Both CPUs are 16 cores and rendering a custom image of our next-gen Ryzen desktop CPU, with Blender maxing out the core and thread count of those processors to complete the render as quickly as possible. As you can see, the Ryzen 7000 system completes the process 31% faster, which means creators spend less time waiting and much more time creating. أسرع من الـ 12900K بـ 31%. ليسا ما قالتش هو أنهي بروسيسور من الـ 7000 سيريس اللي كان بيتقارن بالـ 12900K، ولكن أنا أتوقع إن هو هيبقى أقوى واحد كده كده الـ 7950X، وده منطقي لأن التيست ده بيعتمد على المالتي كورز، وأنت عشان تتحدى الـ 12900K هتبقى محتاج كورز كتير، والـ 7950X المفروض إنه هيبقى 32 ثريد. مع العلم إنها قالت إن رايزن 7000 سيريس كسر الحاجز بتاع الـ 5 جيجا هرتز أخيراً، وبيوصل لـ 5.5 جيجا هرتز بجد، وبيتفوق على رايزن 5000 سيريس في سنجل كور في حدود 15%، وعلى كده هيبقى يا دوبك موازي للجيل 12 بتاع انتل في السنجل كور برفورمانس. ال 7950X كونه بيستهلك 170 واط ده رقم كبير، مش عوايد AMD يعني، ولكن ما يجيش حاجه جنب ال 12900K اللي 240 واط. بروسيسورز AMD 7000 سيريز كلها بدون استثناء هيبقى فيها iGPU، يعني انتجريتد جي بي يو، يعني كارت شاشه جوه البروسيسور، زي بالظبط انتل اللي فيها HD جرافيكس، ولكن الهدف والمغزى منها هيبقى للدايجنوزنج فقط، يعني عشان تكشف عن مشكله في كارت الشاشه عندك، او لو ما عندكش كارت شاشه على الاقل يبقى في خارج صوره يعني. والاي جي بي يوز هتبقى بتقنيه RDNA2 اللي هي اصلا كانت تقنيه في كروت الشاشه RX 6000 من AMD. ما عنديش فكره عن قدره الاي جي بي يوز ديت، ولكن من المعتقد انها مش هتبقى بتدعم انكودنج قوي زي كروت الشاشه العاديه. ولكن AMD ما زالت ناويه تنزل البروسيسورز من فئه الجيل زي ال 5700 جي وال 5600 جي القدام، او اي بي يو اللي هي بيبقى جواها اي جي بي يو او انتجريتد جرافيك كارد قوي وبيدعم الكودنجز وما شابه. ده تقدم من AMD بصراحه، لان من اسخف المواقف ان كارت الشاشه بتاعك يبقى لا قدر الله في مشكله وما انتش عارف تستعمل البي سي خالص ولا تكشف عليه وتاخد خارج صوره، وعدم وجود الاي جي بي يو زي عدم وجود البي سي خالص لو مفيش كارت شاشه. البروسيسورز من الجيل السابع من AMD كلها هتبقى من معماريه 5 نانومتر بدلا من 7، والسوكت بتاعها هيبقى اسمه AM5 من ناحيه المذر بوردز، والمذر بوردز هتدعم PCIe 5 زي ما قلنا. بمناسبه ان AMD بتقلد انتل في ان هي تحط الاي جي بي يوز في كل البروسيسورز بتاعتها، فالبروسيسورز اصلا هتتنقل من PGA لLGA، والفرق الواضح ما بينهم ان البنز اللي على البروسيسورز هتبقى في المذر بوردز بقى، والبروسيسورز مش هيبقى فيها بنات خالص زي انتل بالظبط، وبالتالي AMD هتبقى على حاجه اسمها LGA 1718 او 1718، وعدد البنز اللي هتكلم البروسيسور هتبقى عددها اكبر. الفرق ما بين PGA وLGA حوار البنات على البروسيسور ولا البورده ده مش بيؤدي لفرق ملحوظ في الاداء، ودايما بيبقى نقاش مبني على كل واحد بيرتاح ليه، ولكن من المؤكد منه ان ال جي اي بيبقى اكثر امانا في انك تركب البروسيسور وتشيله من ناحيه البنات، انت عارف بقى تشيل البروسيسور البنات تانيه وبتاع، خصوصا ان البنات بتبقى جوه المذر بورد محميه، يعني حتى لو البورده اتخبطت ولا حاجه تبقى من الكورنر، لكن البروسيسور لو منك بنات وبتتني وبيروح في ستين داهيه. ولكن خلي بالك ان المذر بورد هيبقى فيها ثلاث فئات، بي 650 اللي هيبقى فيها بي سي اي 5 للاستورج، الاكس 670 اللي هيبقى فيها بي سي اي 5 للاستورج والجي بي يوز، عقبال ما نلاقي جي بي يوز بتدعم بي سي اي 5 او 4 اصلا. الاكس 670 بقى الاخراني وهو اخر فئه الاكس 670E، وهيبقى بتدعم بي سي اي 5 لكل حته في كل مكان على المذر بورد. الاي هنا الحرف ده محطوط على اساس ان هو يبقى كلمه يعني اكستريم، واكستريم هنا يعني اقصى الحدود، وان هي بورده 5.
عندك بقى ايسس وازروك وام اس اي وجيجا بايت وباي ستار، كل دول شركات عملت ماذر بوردز اكس 670 اي حاليا زي ما انت شايف الصور قدامك. اسوء حاجه في الموضوع ده بقى ان الاي ام 5 هيبقى بيدعم الدي دي ار 5 فقط، ومفيش اي كلام عن نسخ بتدعم الدي دي ار 4 زي انتل. واحب اقول لك ان دي اول مره من سنه 2017 لو ما كانش قبل كده يحصل ويبقى في منافسه ما بين انتل واي ام دي بحيث انهم يبقوا راس براس، مش واحد عامل سنوبول على التاني ويعني بيبيع والتاني مش لاقي ياكل، وانا بقعد اقول لك فاكس اي ام دي خليك في انتل، ولا اقول لك في حلقه ثانيه خليك في انتل وفاكس اي ام دي، مفيش الكلام ده. بس انا شايف حته الدي دي ار 5 دي هي اللي ادت مساحه لانتل انها تفضل في المنافسه، لان لو كان اي ام 5 بيدعم الدي ار 4 كان شايف فيه اي مساحه لانتل، وده عشان الدي دي ار 5 اغلى بكتير قوي من الدي دي ار 4 كرامات. انت بتتكلم ان في فرق بتاع ان دي 100 دولار ممكن تلاقي دي ب 240 دولار ونفس المساحه، يعني فرق يخليك تجيب جي بي يو او بروسيسور اعلى، يمكن اي ام دي تكون احسن وخلاص لو انت البادجت بتاعتك مفتوحه، ولكن طول ما البادجت تحت اخر حاجه من كل حاجه سعادتك ممكن تروح مثلا تقول لي انا هجيب 12600 ولا 7600، تيجي تقارنهم تلاقي ان ال 7600 حلو، بس تيجي تبص ال 12600 خليك تجيب دي دي ار 4، طب ما ده هيوفر معاك 100 50 دولار، ساعتها بقى ما معاك فلوس تجيب ال 12700، تيجي تقارن ال 12700 بال 7600 ليه احسن، طب ما ساعتها انت اللي بقى احسن. بس ده طبعا كلها توقعات، احنا ما نعرفش اسعار اي حاجه. وبمناسبه الاسعار، خد اسعار بروسيسورز اي ام دي الجديده المتوقعه، حط 10 خطوط تحت متوقعه لان ما حدش يعرف لسه. رايزن 5 7600 اكس 280 دولار، يعني ده معناه انه هيبقى قريب من ال 12400. رايزن 7 7700 اكس 360 دولار، 7800 اكس 419، 7900 499، واخيرا ال 750 اكس 759 دولار. لو الاسعار دي حقيقه ف 7600 اكس سعره قريب جدا من 12400، بس انا مش عايز اخش في حسبه اداء مقابل سعر لو احنا بنتكلم على اداء وسعر الاثنين متوقعين ومحدش عارف عنهم حاجه. اخيرا وليس اخيرا، ال 5800 اكس 3 دي كاش كان كسبان ال 12900 كي في كل حاجه تقريبا طبعا على السنجل كور، واحنا كنا عارفين ده من ابريل، وده يخلينا نتوقع ان الجيل السابع ينزل فيه 3 دي كاش وساعتها ممكن يزيد اكتر واكتر في السنجل كور. بس لازم تخلي بالك من نقطه تقنيه مهمه جدا، وهو ان 3 دي كاش حاجه مش ستيبل كتكنولوجي، وعشان كده ال 5800 اكس ما ينفعش تعدل الفولت بتاعه ولا تعمل له او سي اطلاقا، وعشان كده هو ثابت على فولت 1.35، ولو لعبت فيه ما اعرفش تلعب فيه ازاي، بس يعني ممكن يحرق لك البروسيسور بالفعل. وده يخليني اتوقع ان 7000 سيريس لو هم لسه ما عدلوش الحوار ده في 3 دي كاش وما طوروش من موضوع ار ان دي وكده، ممكن ما ينزلش خالص او ينزل في نسخه واحده من نسخ. الجيل السابع متوقع انه ينزل في سبتمبر، او معنى اصح الربع الاخير من 2022. متحمس جدا 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 اشوف انتل الجيل 13 هيعمل ايه، ومبسوط ان فعلا بعيش فقره زمنيه فيها انتل واي ام دي بقوا قريبين من بعض جدا في الاداء من غير ما يبقى في حد مكسر مقاديف التاني 100%. بس على حسب تحليلي الشخصي، وجهه نظري الشخصيه حاليا، انتل جيل 12 مقارنه برايزن جيل السابع، فرايزن حاليا كسبانه بنسبه اكبر. بس على الاقل ما اقدرش اقول لك اوعى تجيب انتل زي ما كنت بقول لك ايام الجيل الخامس من رايزن ضد الجيل ال11 من انتل. كان معكم محمد سمعين مع عرب هاردوير، اشوفكم الحلقه الجايه.